اهلا بكم طلاب اولى ثانوي في كل مكان. النهارده معادنا يونت 11 Amazing People. Amazing People على طول هنشتغل مع lesson 1 و 2 وهنقرا الفوكابلري بسرعه زي ما اتعودنا. Achieve دي معناها يحقق او ينجز. Achievement ده النون معناه انجاز او تحقيق الهدف. Activist اللي هو الناشط. Campaign دي كلمه مهمه جدا اللي هو يقوم بعمل حمله سواء حملة انتخابية أو حملة دعائية. Compete يعني يتنافس وجاي منها competition اللي هي المنافسة وcompetitor المتنافس. Disability اللي هي إعاقة. Fighting قتال. Highs and lows اللي هي نجاحات وإخفاقات. ما نقولش عليها بقى ارتفاعات وإيه وانخفاضات. يقصد هي وده expression مصطلح. Highs and lows معناها نجاحات وإخفاقات. Middle اللي هي الميدالية. Muscle عضلة. Polio شلل الأطفال. مرض شلل الأطفال اسمه Polio. Powerlifter اللي هو لاعب رفع الأثقال. Powerlifting اللي هي رفع الأثقال. Ramp يعني منحدر. Spina bifida اللي هو تشقق العمود الفقري. كونغ فو اللي قرأت كونغ فو. ويلتشير اللي هو الكرسي المتحرك. هنكمل مع بعض قراءة الكلمات. معنا فيرب مشهور جدا فيرب افكت يعني يؤثر على. وانا شرحته في اكتر من مرة وقلت لك ان افكت المعنى بتاعه بالعربي هو اللي فيه حرف الجر زي على. اما الكلمة ان انجليش ما فيهاش حرف جر. ده معناها ايه؟ لان في كلمة تانية اللي هي النون اللي هي افكت اون. اما معناها بالعربي معناها تأثير. طيب amazing اللي هو عنوان اليونت. amazing يعني مذهل ودي adjective. athlete اللي هو لاعب رياضي بالذات لاعب العاب القوة. athletics اللي هي العاب القوة نفسها. اللاعب منها اسمه athlete. benefits فوائد. champion اللي هو بطل رياضي. complain اللي هي شكوى. decide يقرر. describe يصف. equal متساوي. specially يعني خصوصا. event اللي هو الحدث الهام. impact دي كلمة مهمة جدا. كلمة impact يعني تأثير ودي بتساوي كلمة effect. involve معناها يتضمن او يشتمل او يحتوي على. media اللي هي الاعلام. member اللي هو عضو. metal disc اللي هو القرص المعدني. opportunity او chance معناها فرصة. organization اللي هي منظمة بيجي منها الverb organize يعني ينظم. Paralympic اللي هو بارالمبي اللي هم الأشخاص اللي عندهم ظروف صحية معينة وبيشاركوا في الأولمبيات. Personally شخصيا. Positive يعني إيجابي. Practice تدريب. Race اللي هو سباق. Retire اللي هو يتقاعد أو يعتزل ووصل لسن 60. مكملين قراية الكلمات مع بعض. Actually ده ظرف أو adverb معناه بالفعل. Awful دي صفة معناها فظيع. كامبينر الشخص الكامبينر اللي هو المدافع او المؤيد او قائد حملة معينة. كامبس اللي هو الحرم الجامعي. تشانس يعني فرصة اللي هي opportunity. تشاريتي الجمعية الخيرية. ديديكيت يعني يكرس. ايشو اللي هي قضية او موضوع بتساوي كلمة كيس. نوتس يعني يلاحظ. outstanding دي صفة يعني مميز او بارز من كلمة من الكلمات المستخدمة حديثا. paperwork اللي هو العمل الورقي. paralympian اللي هو لاعب بارالمبي اللي هو قلنا اللاعب اللي عنده اعاقة وبيشارك في الاولمبياد. physical بدني. بودكاست يعني نشرة صوتية ودي قريبة من كلمة broadcast. preserve يعني يحافظ. ensure يعني يؤكد. existing يعني موجود. كلمة existing يعني موجود. guess يخمن. guest اللي هو الضيف او النزيل. inspire يعني يلهم او يوحي به. promote يعني يرقي او يحصل على ترقية. require يعني يتطلب. sacrifices يعني تضحيات والفيرب منها sacrifice يضحي. sociology اللي هو علم الاجتماع. area اللي هي منطقة او مجال. challenge يعني التحدي او يتحدى سواء اذا كانت فيرب او نون. كوليج هو زميلك في العمل وليس زميلك في الدراسة. اما زميلك في الدراسة اسمه classmate.
سايكلينج ركوب الدراجات، فلايتس رحلات طيران، ليفت معناها يرفع او لو هي بمعنى اسانسير او مصعد، مين رئيسي او اساسي، ماركتينج اللي هو التسويق، اونر اللي هو المالك، باسنجر يعني راكب، سنوبوردينج اللي هو التزلج على الجليد، سكسس اللي هو النجاح. الجزئية بتاعت الاكسبريشنز التعبيرات والفريزس العبارات والبريبوزيشنز اللي هي حروف الجر. above heads يعني فوق الرؤوس، arrange an interview يعني بيرتب مقابلة، come forth in the competition يعني يأتي في المركز الرابع، do sport أو play sport. نركز بقى عشان هما يجي يسألني هيسألني على أي verb من دول، بس هنا عندي do sport يعني يمارس رياضة، play sport يمارس رياضة، get around يعني يتجول، get from مكان to مكان تاني يعني ينتقل من مكان إلى آخر، win a medal يفوز بميدالية، wider range of مجموعة كبيرة من، campaign for يدافع عن. كل ده تيجي تقول له مستر هو هيسألني في ايه؟ هيسألك في حرف الجر ده، هيسألك في of، يسألك في for، يسألك في in، يسألك في against. هي دي الاكسبريشنز يا جماعة او prepositions. compete in يتنافس مع، battle against يكافح ضد، benefits of فوائد ليه، give a talk يعني يلقي خطاب، add to يضيف الى، in charge of مسؤول عن، make a difference يعني يصنع اختلاف، make it difficult to يعني يجعلها صعبة، play in a wheelchair يعني يلعب على كرسي متحرك، fight with يقاتل به، go up يعني يصعد او يرتفع، impact on تأثير على وبتساوي effect on، member of يعني عضو فيه، refer to يعني يشير الى، complain about يشكو من. effect on هي جت لنا اللي هي بتساوي impact on يعني تأثير على، retire from يتقاعد او يعتزل من، successful يا اما اقول in يا اما اقول at اللي هي ناجح فيه، take part in يشارك فيه، think about يفكر فيه، try to يعني يحاول ان. مجموعة الderivatives اللي هي المشتقات اللي يبقى عندي الverb وبجيب منه النون وبعد كده اجيب منه الايه الادجكتيف اللي هي الصفه. عندي فيرب اكت يعني يتصرف او يفعل، الاسم منها اكشن او اكتيفست يعني ناشط، الصفه اكتيف، اتشيف اتشيفمنت اتشيفبل اللي هو يمكن تحقيقه، افكت يعني يؤثر على، الاسم منها افكت، الصفه افكتيف او مؤثر او فعال، كامبين كامبين كامبينر، compete competition competitive، determine determination determined، disable disability disabled، inspire inspiration inspiring، organize organization organized، retire retirement retired. تعال نشوف احنا هنفوكس على ايه من الفوكابلري وايه هي الديفينيشنز وهنعرف نحفظها ازاي. اولا معانا الفيرب اللي هو achieve، achieve يعني يحقق. هتلاقي دايما عايز الطالب ان كلمة achieve دي مرتبطة بكلمة successful او success، ان انت عايز تعمل حاجة ايه something good. خلاص يبقى هي دول الكلمتين اللي هيرتبطوا مع كلمة achieve او achievement، ان الحاجة او انت شخصيا تكون successful في ايه بقى، في تحقيق something good. تمام. اما الachievement اللي هو النون، ان هي نفس الكلام برضو، هتلاقي هنا ايه something good فانت عملته بايه، عملته successfully done، عملته بنجاح. هي نفس برضو هياخدني في نفس مجموعة الكلمات، something good او success او successful او successfully، كل ده هيأدي بينا بكلمتين، يا اما achieve يا اما achievement. الشخص اللي هو activist اللي هو الناشط، هو ده person او someone، person او ايه او someone، tries to change things، tries to change things ماشي. اما الكامبين اللي هو يقوم بحملة دعائية، هو work in an organized way، بيشتغل بطريقة منظمة عشان ايه بقى، to change things. اوكي. verb compete اللي هو يتنافس، انت لما هتشوف compete ممكن ترتبط باكتر من كلمة، كلمة ايه، كلمة race
او كلمه كومبيتيشن، تمام، او كلمه شامبيون، ان انت هتعمل فيها ايه بقى؟ هتشارك، اللي هي ايه؟ اللي هي تيك بارت، اللي هي ايه؟ تيك بارت. ميدل اللي هي الميداليه ممكن ترتبط اساسا اصلا بفيرب وين، هتطلب اساسا بفيرب ايه؟ وين، ان انت هتفوز، ان انت ايه؟ هتفوز، سواء في جيم او بلاي او سبورت، كل ده ممكن يجي مع كلمه ايه؟ مع كلمه ميدل. نكمل، ماشي. ماسل اللي هي العضله، هي جزء من البادي. جزء منين؟ من البادي. ها امتى بقى بتستخدمه؟ لما ايه؟ وين يو ايه؟ وين يو موف، وين يو موف. اوكي، الباور ليفتنج اللي هي لعبه رفع الاثقال، هي سبورت. هي ايه؟ هي سبورت، هتتطلب بكلمه ليفت ويتس. ليفت ايه؟ ويتس، اللي هي ايه؟ رفع اثقال. اوفر هيدز، اوفر ايه؟ اوفر هيدز، فوق الراس. رامب اللي هو المنحدر، المنحدر دي او الرامب، هي دايما بيقول لك اي حاجه كده نازله لتحت، بيقول لك انا ايه؟ انا كنت واقف على الرامب بالعربيه، يعني سامثينج اهو، بص، جوز اب فروم وان ليفل تو ذا نيكست، هيصعد بجزء لجزء، تمام كده؟ سواء الرامب هيبقى طالع لفوق او الرامب نازل لتحت، تمام. طيب الويد تشير، هو تشير، هو ايه؟ تشير ويز ويلز، مين اللي هيستخدمه؟ سام وان كانت ووك. سهله. هنيجي للمصطلح بتاع هايز اند لوز اللي هي نجاحات واخفاقات، فهي بقى هتشير ايه؟ ويقول لك هتشير لايه؟ سكسسفول او انسكسسفول، خلاص اهي سهل، يا اما وين ولوز. برافو. كونغ فو، رياضه الكونغ فو هي تشاينيز سبورت، تمام، الناس فيها فايتنج ويز ايه بقى؟ ويز هاندس اند ايه؟ اند فيت، بالقدم والارجل. سبينا بفيدا او سبينا بفايدا اللي هو تشقق العمود الفقري، هو سيريس كونديشن، الشخص فيها بيعاني ان العمود الفقري بتاعه اللي هو السبين ماله doesn't develop correctly، ما بي ايه؟ ما بتحركش ايه بسهوله، او ما بت ايه؟ حسنش بسهوله. امتى؟ before they are born، تمام. البوليو اللي هو شلل الاطفال، هو سيريس انفكشن ديسيز، او مرض معدي او خطير، واخد بالك؟ ها of the nervous in the spine، في اعصاب الايه؟ او في عصب العمود الفقري، بيخلي الشخص unable to move، بيخلي الشخص unable to move، تمام. هنشوف هنا الجزئيه بتاعه السينونيم والانتونيم اللي احنا اتعودنا بالطريقه الجديده في القرايه بتاعتها. اما قلنا amazing هي astonishing، العكس بتاعها believable. compete هي contest، العكس بتاعها surrender. difference هي distinction، هي variation، العكس بتاعها similarity. inspire هي stimulate، العكس بتاعها discourage او depress. personally شخصيا، privately individually، العكس بتاعها generally. physically bodily، العكس بتاعها mental. تعال نشوف الجزئية بتاعت play و go و do. دول تلات افعال كلنا عارفين معانيهم، play يعني يلعب، و go يعني يذهب، و do يعني يؤدي او يفعل، ده المعنى العام. تعال نشوف هو يستخدمهم في الرياضة النهاردة ازاي. كلمة بلاي بيقول لي انها بتستخدم مع الالعاب الجماعية اللي فيها بنستخدم الايه؟ الكرة. خلاص هو ايه؟ الامر محسوب، الامر محسوم اهو لفيرب بلاي. يبقى بلاي يا جماعة هتيجي مع الالعاب الجماعية اللي بنستخدم فيها ايه؟ بنستخدم فيها الكرة. خلاص كده؟ زي ايه بقى؟ اهي ادي بلاي. بلاي ايه؟ فوتبول، باسكت بول، بلاي هوكي، بلاي سكر، بلاي تنس، بلاي سكواش، كل الالعاب دي العاب رياضيه فيها ايه؟ فيها كوره، فيها ايه؟ كوره. يبقى كل ده ياخد ايه؟ فيرب ايه؟ بلاي. I used to play basketball when I was in high school، تمام كده، بلاي امر بتاعها محسوم. طيب نيجي بقى للفيرب التاني اللي هو فيرب جو، لما هيجي مع الرياضات. قال لك جو هيجي مع الرياضه اللي هتنتهي باي ان جي، الله، يبقى هي برضو امرها محسوم. اي رياضه عندك هتنتهي بآي ان جي هتاخد فيرب ايه؟ هتاخد فيرب جو. تعال شوف كده، ادي جو. جو ايه بقى؟ جو سويمنج، ولا اقول بلاي سويمنج؟ لا، جو جوجينج اللي هو رياضه الجري البطيء، ولا اقول بلاي جوجينج؟ لا، جو شو رانينج، جو سيلينج، جو دانسينج، جو ووتر سكينج، جو رانينج، جو سكوبا دايفينج، جو رايدنج. كل ده يا جماعه اي لعبه هتنتهي بآي ان جي هتاخد الفيرب معاها جو. زي ما في المثال كده مع بعض، my grandfather and I، انا وجدي، go sailing، ولا اقول play sailing؟ لا، go sailing، go sailing every time I visit him،
هنيجي بقى لتالت فيرب اللي هو فيرب دو. قال لك هيجي بقى مع الرياضات التي لا تحتاج الى ادوات لممارستها. الزن بقى في الفعل ده، خلي بالك ده اللي فعلنا تانيين سهلين. بلاي كان مع الالعاب اللي فيها كرة، وجو مع الالعاب اللي فيها ان جي، اما دو مع الرياضات او الالعاب اللي ما فيش فيها ادوات، يعني لا كرة ولا مضرب ولا شبكة. زي يجي مثلا يقول لك ايه، دو جيمناستكس، دو كاراتيه، دو اثليتكس، دو سبورتس، كل دول يجوا مع ايه؟ مع دو. Do you do any sports? Do you do any sports? Yes, I play hockey. تعال نشوف الملاحظة دي، بيقول لي يمكن استخدام بن بدلا من جن مع الرياضات المنتهية بايه؟ باي ان جي. ركز بقى معايا هنا شوية. يعني قال لك ان انت ممكن تلاقي جن هنا. احنا عارف اصلا ان جو بتيجي مع الافعال بتنتهي بايه؟ باي ان جي، صح؟ تمام. قال لك لو انت لقيت الباست بارتيسيبل او البي بي بتاع جو اللي هو جن، قال لك ممكن تشيله وتستخدم بن. يعني هاف يو ايفر جن سويمنج، هاف يو ايفر بن سويمنج، الاثنين دول ايه؟ واحد وبيساوي بعض. هنا ايفنت وانسيدنت الاثنين معناهم حدث، الاثنين معناهم ايه؟ حدث. طب يا ترى الفرق بينهم ايه بالظبط؟ قال لك اول واحد ده اللي هو ايفنت، ده الحدث بشكل عام. حدث ايه بقى؟ اهو حدث هام وشيق، وغالبا فيه بيكون اجتماع الايه؟ اجتماع الناس. يعني كلمة ايفنت ده يا جماعة كلمة عامة وشاملة، الناس فيها بتبقى موجودة وظاهرة، والحدث اللي بنتكلم عليه بقى هام وشيق. اللي هو بيقول لي ايه؟ The signing of the peace treaty، اللي هي معاهدة السلام، توقيع معاهدة السلام ماله، was a historic event. was a historic event، كان حدث ايه؟ تاريخي. خلاص كده؟ طيب يا مستر احمد هي incident دي اللي هي معناها حدث. قال لك دي يا سيد الفاضل حدث عابر، يعني حاجة كده ايه تعدي بسرعة، زي ايه؟ الاحداث اللي في القصة، اللي في الافلام، اللي في المباريات، اقول عليها incident، اقول عليها ايه؟ incident. There have been several violent incidents، في بعض احداث كده، احداث عنف في ماتش الكورة اللي حصل ايه مؤخرا. يبقى ما اقولش events لو لقيت ان الحدث، عايز اقول لك كده ان مش ملوش لازمة، حدث يعدي يعني الدنيا مش تلتفت بيه قوي، يبقى incident. يبقى ايه؟ incident. انما لو حدث الدنيا كلها تتكلم عليه هو event. هو ايه؟ هو event. تمام. تعال نشوف الرابط either or. either or معناها اما او، معناها ايه؟ اما او، either or او either or. انا شرحتها في اكتر من حلقة، either وneither على فكرة، وموجود على قائمة التشغيل عندي في القواعد اللغة الانجليزية، ممكن نرجع لها في اي وقت، بس انا هشرحها لك كده سريعا زي ما موجوده عندك. الاستخدام بتاع either or قال لك هو ده يا مستر، ركز بقى معايا كده نقوله مع بعض. either هيجي وراها ايه؟ الفعل الاولاني بتاع الجمله، الفعل الاولاني، ممكن يكون احمد، ممكن يكون هي، تمام اوكي. بعد يجي كده الرابط or اللي هي الجزء الثاني، معناها او، معناها ايه؟ او. وبعد كده يجي وراها الفعل الثاني second ايه؟ subject. انا كل اللي يهمني في قصة either or القصة دي او الجزئية دي ايه هي؟ ان الفعل اللي هيجي هنا يا جماعة الخير هيكون بيرتبط بالفعل التاني ده، بالفعل الايه؟ التاني. يعني الفعل التاني ده لو مفرد يبقى الفعل في المضارع هنا هياخد اس، لو جمع يبقى الفعل في المضارع هنا مش هياخد حاجة. فهمت انا قصدي ايه؟ تمام. تعال نشوف المثال وهوضح لك بالمثال. either I or، ادي الكلمات اللي احنا خدناها، my cousin، شايف my cousin هنا؟ ابن عمي او ابن خالي. الفيرب اللي جه وراها ايه؟ مفرد is. طيب لو كانت my cousin دي فيها حرف الاس يبقى ار. طب حد قال لي يا مستر انا شفت either او either في اخر الجملة. لو جت في اخر الجملة يا جماعة بتبقى بتيجي استخدام either في نهاية الجملة المنفية، نهاية الجملة الايه؟ المنفية. ازاي؟ تعال نشوف المثال. علا isn't at school today، ومين تاني؟ and مروة isn't either، وكمان مروة ما راحتش. يبقى either جت في اخر الجملة المنفية ومعناها ايضا. معناها ايه؟ معناها ايضا. تعال نشوف الكلمتين دول، amazed و amazing. ما تقولش يا مصر هتلخبط فيهم، تمام؟ amazed ده لو هتكلم عن نفسي ان انا amazed، صفة ان انا ايه؟ amazed، اتكلم على بني ادم، علي انا.
طب لو هتكلم على شيء، الشيء ده يا مستر هيكون اميزنج. بس هو ده الفرق بين الكلمتين، دي صفة ودي صفة. تعال شوف مثال، علي was amazed by the story. ولا قلنا amazing؟ لا، علي ده مستر يقول amazed، الصفة تبقى اي دي. طب amazing يقول لك the story was amazing، اهي الستوري يا مستر شيء، فايه قلنا amazing. you have won the gold medal، you are amazing. عادل، هتيجي تقول لي ثواني بقى، خلي بالكوا هنا في الجزئية دي عشان ده الفرق. هو ليه هنا قال amazing وقال له يو وقال له عادل؟ مش انت يا مستر قلت لي الاي دي هتيجي مع البني ادم؟ تمام، خلي بالك. طب ليه انت هنا قلت اي ان جي؟ ركز بقى عشان الفرق ده في غايه الاهميه. انا امتى احط لي الصفه، امتى استخدم الصفه اللي فيها ان جي مع الانسان؟ هنا انا ما بتكلمش على عادل نفسه، انا بتكلم على اداء عادل. على اداء ايه؟ اداء عادل في حصوله على الميداليه. طيب اقول لك انا بقى الفيصل، هتلاقي الصفة فيها ING مع الإنسان لما هتلاقي بيتكلم على جملة في الأول جت قبليها وبيشرح الجملة دي إيه اللي حصل فيها، فبدأ بعد كده يجيب لك الصفة فيها ING. أقول له أنت عملت كذا وكذا، أنت amazing. إنما لو ما قلتش أنت عملت كذا وكذا، فأنا هقول له عادل، أقول عادل amazed. عادل إيه؟ amazed. أقول عادل interested. نيجي نشوف campaign يجي وراها for أو against، وهنا بيبقى معناها يقوم بحملة. لو فور يا جماعة يبقى حملة لصالح، حملة لإيه؟ لصالح، يبقى أنت معه. طب لو كامبين أجينست يبقى أنت حملة ضد، حملة إيه؟ ضد. تعال بقى نقرأ المثال، كامبين فور هي إز بيزي، هو مشغول. ليه؟ قال لك كامبين فور ري إلكشن أند ديدنت هاف تايم تو ديسكاس ذا نيو بروبلمز. ده هو كان بيقوم بحملة لصالح إعادة الانتخابات ومعندوش وقت إن هو إيه يناقش اي مشاكل. اما كامبين اجينست فهو بيقوم بحملة، بس هو بيقوم بحملة برضو، بس حملة ايه؟ ضد. A group of people is campaigning against، اهو حملة ضد ايه بقى؟ destruction of the rainforest، اللي هو تدمير الايه؟ الغابات. تعالى معانا لverb compete، ممكن نقول compete for، compete to، compete against، compete with، compete in، compete at. ايه ده كله يا مستر؟ انت عشان تحسم الموضوع ده احفظها، احفظ العربي بتاعها خلاص، هتلاقي نفسك عرفت معناها. هي انها سهله، ادي الجزئيه بتاعت كومبيت. لو احنا قلنا كومبيت فور يبقى يتنافس من اجل، او كومبيت فور كاستمرز ان ذا كريسماس سيزون. تمام، منافسه كده على الايه؟ الزباين تخش انهي محل. طب لو كومبيت تو اللي هو تاني واحده ينافس ليه، اقول لك ايه؟ competing to get the contract، هنا بتنافس عشان احصل على العقد. طيب لو التالتة compete against، هنا بيتنافس ضد. انا ده هيتنافس ضد مين بقى؟ 19 other people على الشغلانة. طب لو compete with يتنافس مع، حرف الجر هو اللي بيبين لك معنى الفيرب. competing with foreign companies، بنتنافس مع شركات اجنبية. طيب compete and وات، هنا هتنافس او هشارك فيه. competing in marathon، الماراثون. competing in the marathon او compete at the olympics. يا ريت اللي بتفرج عليا اول مره وما عملش سبسكرايب او اشتراك لقناه استاذ جرامر، يا ريت ندوس على كلمه اشتراك وسبسكرايب مع تفعيل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد لشرح المناهج الدراسيه للغه الانجليزيه في جميع المراحل الابتدائيه والاعداديه والثانويه. تعالى بقى ناخد تدريب بسرعة كده جمل معينة على الاكسرسايز اللي على الفوكابلر اللي احنا قلناها. نمبر 1 my daughter eventually، eventually يا جماعة انا اخيرا، نقط her goal of becoming a flight attendant، ده بقت ايه؟ بقت مضيفة. حققت ايه يا جماعة؟ goal، هدف. فين هي بقى؟ achieved، campaigned، competed، improved. فين حققت؟ achieved يا مستر رقم ايه؟ برافو. نمبر 2 environmental mean نقط accused the factories owners of dumping waste into the Nile، بيتهموا اصحاب المصانع ان هم بالقاء الايه؟ النفايات او المهملات في نهر النيل. يا ترى هي environmental competitors ولا fighters ولا communicators ولا activists؟ نشطاء البيئه او النشط البيئي، activists اللي هي رقم دي. برافو.
نمبر 3 because of his نقط بسبب كذا he depended on his wife to dress and feed him. زوجته بتلبسه وبتأكله. يبقى هو عنده ايه يا جماعه؟ achievement ولا disability ولا competition ولا organization؟ لا ده عنده disability يا مستر، ظروف اعاقه. هي رقم B. 4 he was one of the people who not to change the law of old rents. ده واحد كده ممكن يكون بيشارك في تغيير ايه قانون الايجارات الايه القديمه. يبقى شارك في ايه يا جماعه؟ شايف دي؟ تمام. هل هي achieved to ولا improved to ولا campaigned to ولا inspired to؟ campaigned to. campaigned to شارك في حمله اهو لتغيير كذا. نمبر 5 كرم جابر won two اولمبيك. ها هيكسب اولمبيك ايه؟ ان ريسلينج في المصارعه. اولمبيك ميدل زي مستر رقم بي، سهله جدا مفيش حاجه. regular exercise will help strengthen your هيقوي ايه بقى؟ التمرينات اللي هيقوي العضلات يا مستر، هيقوي ايه؟ العضلات اللي رقم ايه. نمبر 7 my friend had an accident and as a result حصل له حادثه وكنتيجه he will be in a نقط for the rest of his life. لا قدر الله، هيبقى على ايه يا جماعه؟ ويل هاوس ولا موفينج تشير ولا كونديشن ولا ويل تشير كرسي متحرك؟ برافو رقم دي. نمبر 8 نقط ار نيدد ات اكزيتس اند انترنسز فور ويل تشير يوزرز. في الاهو في المداخل والمخارج اهي، انترنسز مداخل، اكزيتس اللي هي الايه المخارج. عشان ايه بقى الناس بتستخدم كراسي العجل؟ بيسموه ايه المنحدر؟ ها فاكر رامبس اللي هي ايه المنحدرات؟ رامبس. برافو. نمبر 9 محمد صلاح از نوت بلاير تو واتش ات فوتبول ماتشز. ركز معايا هنا، انا هنا ما بقولش محمد صلاح از اميزد، تمام انا بحسبها لك، بس انا بدات هنا اتكلم بالتفصيل عن حاجات معينه عن محمد صلاح، يبقى هقول ايه اميزنج، اقول ايه اميزنج اللي هي رقم بي. تعالوا نشوف الجزئية بتاعت اللانجوج هنا، بيتكلم على الريلاتيف كلوزس. ريلاتيف كلوزس هنشوف ضمائر الوصل اللي انا هربط بيها الجمل. عندي هو وذات، والاتنين دول شبه بعض اللي بستخدمهم للربط ما بين الجملتين سواء للفاعل او المفعول العاقل. نركز بقى، هي الدنيا مشروحة هنا زي الفل. طيب اما هوم وذات هنا دي روابط او relative clause ضمائر وصل بستخدمها للمفعول العاقل. اما which وذات هتلاحظ ان ذات مشتركة بين الثلاثة دول، which وذات معناها الذي والتي، وتيجي للربط بين الفاعل والمفعول غير العاقل، يعني دي عكس الاولانية، عكس هو وذات. اما whose كلنا عارفينها من ابتدائي، دي رابط لي بيبين الملكية، رابط للملكية. اما وير من ضمن الحاجات السهله برضو، رابط بيشير للمكان. طب وين يا مستر احمد؟ دي رابط بيشير للايه؟ للوقت او الزمان. مش عايزك تشغل دماغك بضمائر الوصل قوي لانها سهله جدا، اسهل مما تتصور. انا عايزك تعرف بس ان ضمائر الوصل دي او ريليتيف كلوزز بستخدمها مكان الاسم او الضمير، بشرط ان هو يكون مقرر في الجمله الايه الثانيه. قال لك وغالبا ما بيجي الضمير الوصل ده بعد الاسم المراد وصله. تمام، تعالى بقى نشوف الانجليش ازاي هنقرا الجمله. تعالى شوف الجمله الاولانيه دي، ما تهتمش بالعربي قوي، انا عايزك بس تحفظ الكلمات الانجليش وانا هشرحها لك. مستر نادر از ا بيرسون، او مستر نادر از ذا بيرسون. انا هتكلم هنا على مين يا جماعه؟ على نادر. يبقى نادر ده في الجمله الثانيه هشيله واحط مكانه يا اما هو يا اما ذات. واكمل اقول تيتشز اس ماث. يعني انا مستر لو شلت الاثنين دول هقول ايه؟ هتبدا تحط كوما هنا وهتقول مستر نادر از ذا بيرسون، مستر نادر تيتشز اس ماس. فلما لقوا الجملتين مستر نادر مستر نادر، قال لك لا ما نشيل مستر نادر ونبدا نحط ايه؟ رابط بيشير لنادر، رابط وصل او ضمير وصل. خلاص يبقى هنا نادر عاقل، حطينا هو او ذات. زيها في المثال الثاني لو اتكلمت على حاجه غير عاقل، الاهرام مالها؟ از ذا نيوز بيبر. هكذا اقول لك الاهرام اي ريد افري، كل شويه اقول الاهرام. لا، الجملة التانية شيل منها الأهرام وأحط مكانها which أو ذات. بس هي دي يا جماعة ضماير الوصل مع أي كلمة من اللي إحنا قريناها. طب تعالى شوف النموذج التاني ده كده. قال لك مستر نادر وحط كوما، وبعد كده قال لك هو تيتشز أس ماس، حط كوما تانية أهي،
will be absent tomorrow، هيغيب بكرة. يبقى الجزئية دي شرحت مستر نادر اللي في اول الجملة، تمام، وبدأ يحط قبلها كومة وبعدها كومة. طيب تاني الجملة على الاهرام، الاهرام اللي هي ايه بقى؟ which is a daily newspaper، مالها؟ is read by millions of people، بيقراها ملايين الناس. وزي ما شرحنا واحنا بنقرا الكلمات ان هو اللي بتساوي ذات، دي بنحطها يا جماعه عشان نتكلم على الفعل ايه، على الفعل العاقل. ما تلخبطش نفسك، سهله جدا، اسهل مما تتصور على فكره. يعني هتكلم اقول لك احمد وهي، قال لك ربط الجملتين دول، يبقى احمد هو او احمد ذات، اهي احمد هو او احمد ذات، سهله جدا، ما تشغلش دماغك بيها. طب الجزئيه بتاعت هوم اللي هي قال لي بتساوي هو وتساوي ذات، دي بتحل محل ايه؟ ما احنا من احنا بنقراها قرناها فوق يا جماعه، قلنا ان هم بتحل محل ايه؟ مفعول، مفعول، وبشرط انه مفعول يكون ايه؟ عاقل، تمام. طب تعالى شوف المثال، سيبك من الايه، من العربي ده كله. يقول لك احمد از ماي براذر، يو ميت هيم يسترداي. قال لك الجملتين دول عايز اخليهم جمله واحده، اقولها ازاي؟ اقول لك احمد اللي انت قابلته امبارح، هوم او هو، يو ميت يسترداي ماله؟ اخويا از ماي براذر. طيب ذاتس زمان، تعال شوف المثال التاني ده كده، ذاتس زمان يو ار توكن اباوت، هقول له ذاتس زمان ده الراجل، هوم او هو او ذات يو ار توكن اباوت اللي كنت بتتكلم عليه، او ذاتس زمان يو ار توكن اباوت، ما جبتش رابط بقى خالص، مفهومه؟ تمام. تعالى بقى نشوف الاكسرسايزز على الريليتيف كلوزز كده بسرعه. نمبر 1، I want you to know the name of the actor not played the role of King Lear. الاكتور ده مش ده عقل؟ فين ضمير الوصل اللي هيشير للعقل؟ هو يا مستر رقم دي. شفت بقى الاسئله سهله ازاي؟ تعالى نمبر 2، ولو جات لنا حاجه صعبه هنوضحها. My cousin جيهان، بنت عمي او بنت خالي او بنت عمتي جيهان، مالها؟ lives on my street، مالها؟ قولوا اللي هي، اللي هي فين؟ هو يا مستر اهي. نمبر 3، the dog barked at the time، ها كان بينبح، ها at the time، نقط it saw a stranger time، ها لما شاف ايه؟ واحد غريب. فين لما شاف بقى؟ في الوقت. وين يا مستر؟ اهي ضمير الوصل بيشير للوقت، وين. برافو. رقم 4، Egypt is the land، مش Egypt ده مكان ومش مكان، تمام يا مستر، يبقى ويا. شفت من غير ما نكمل الجمله يبقى وير. 5، they have bought a machine، نقط برنتس، مش الماشين دي غير عقل، غير عقل يا مستر، يبقى ايه؟ يبقى ذات. برافو اهي. طب يا مستر هو هيجيب لي ذات واتش مع بعض؟ لا، واحده من الاثنين. 6، the man two نقط I listened on the plane was talking all the time. The man two اللي انت كنت سمعته تو هوم، ها مفعول اهو، to whom I listened on. برافو. نمبر 7، the room نقط I sleep، the room بقى يبقى the room ايه يا مستر؟ where. the room ايه؟ where. برافو. the river نقط runs through our city، river ده غير عقل، يبقى which يا مستر. برافو اهي. 9، I would like to live in a country نقط there is plenty of sunshine، انت هنا بتشير لمكان، يبقى where يا مستر؟ رقم C اهي. نمبر 10، وعلى اخر جمله، ماي انكل نقط از ا فيموس رايتر، از ا فيموس ايه؟ رايتر، ليفز ان كايرو. انكل مش ده فاعل عاقل اهو، يبقى هو يا مستر. سهله جدا، درس ريلاتيف كلوزز من اسهل ما يمكن. اتمنى اعزائي المشاهدين يكون درس النهارده درس سهل وقدرنا نستوعبه بطريقه سهله وبسيطه. انتظروني في مزيد من الدروس على قناه استاذ جرامر في جميع مناهج اللغه الانجليزيه وتعليم الانجليش لانجوج بطريقه سهله وبسيطه بعيده عن التعقيد. تحياتي، كان معكم احمد عبد الشافي. سي يو.